كتب عجلت حتى فوت المدرسة. كنت أنا واحد الأخ ديالي الله يرحمه جايين في واحد الدابة من الدوار وغاديين للعيون اللي بعيدة تقريبا شي أكثر من شي 10 كيلومتر كتقريبا، وتلاقاونا الجدرمية. ذاك الوقت كان الاستعمار جوج ديال الجدرمية، واحد جزائري والآخر فرنسي. هذاك الجزائري تكلم معنا بالعربية، كنا صغار صغير، خويا كان شوية كبير علينا. وي راكم غاديين ودير، حنا غاديين للرحى والطحن والزرع. قال لينا واخا، قالوا اتبعونا. حنا غاديين، هما غاديين في بلا جيب، حنا غاديين من وراهم. حتى وصلنا للمدينة، للقرية ديال انتم على العلمية. واش كنتوا ابي يعني على رجليكم، ولا كانت عندكم شي وسيله نقل، ولا شي دابه، ولا لا شنو؟ لا لا دابة. دابه. اها وصلنا للعيون، اخبرنا واحد كوري، هذاك كوري رأسه الحمار، وسجونا في المدرسة. هاك المهم في العشية رجعنا للدوار ديالنا، وغدالي ما بقاش الوالد يخلينا نرجعوا للمدرسة. بعد غدا رجعوا الجدرمية، ما لقاوش الوالد، كان خرج مشى للشيخ البلاد. قالوا الوالدة قولي لراجلك غدا لو كان يجي شهر بجوج يقراو، احنا غادي نجيو نديروه الحبس. دير الوالد باش يعني غدا تهديد. رجعنا للمدرسة. أيه. كنا في القسم التحضيري، وراك عارف قبل أستاذ، يعني دابا بواحد الشكل اللي هو مفروض بقوة،